السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر البامي اللي غادي نحضر به سندويتشات بلجيكية لو كروك مسيو. بونجور ا توس، بيانفوني سور ما شين، جيسبر كو فوز الي بيان. اجوردي جو في بريباري لو بامي افيك لوكيل جو في بريباري لي كروك مسيو لي سندويتش بلج. فوز الي تروفي لي زانغريديون دون لا بار دانفو. بالنسبه للمكونات تلقاهم ان شاء الله في صندوق الوصف بعبار كاس العنبه. عندي 450 غرام ديال الفارينة، لا فارين، كاس ديال الحليب لولي، نص كاس ديال الماء دولو، الخميرة الفورية لا ليفور، الملح لو سيل، الزبدة لو بوغ، العسل لو ميل. هنا العسل نقدروا نعوضوه بالسكر. اون بو بيان رومبلاسي لو ميل بار لو سكر. واللمسة الشخصية النافع، جو راجوت اون بتيت توش بيرسونيل لانيس. في واحد الكاس غادي ندير الحليب، الماء، الخميرة. دون ان فيغ جو ميتر لو، لو لي اي لا ليفور. لو ميلونج دوا اتر تييد اي با شو، سينون لا بات نو با غونفلي. هاد الخليط راه خاصو يكون دافي ماشي سخون. الا كان سخون لا بات ديالنا ما غاديش تنفخ. وفواحد القصرية غادي ندير الفارينة، نقدروا نستعملوا العجانة. اون بو بيان يوتيليزي لا ماشين ا بان سي اون فو. نضيف ليه العسل، جو راجوت لو ميل كيما ذكرت، نقدر نعوضو بالسكر. نضيف النافع الانيس، الملح، لو سيل. نخلط مزيان هاد العناصر ونحاول ندير واحد الحفرة. جو ميلونج بيان مي زانغريديون. جو في كروزي ان بوي. جو راجوت لو ميلونج دو لي لو اي لا ليفور. غادي نضيف الخليط ديال الماء والحليب. نجمع العجينه بحال العاده، ندلكها مزيان. جو في بيان ترافايي ما بات. جو في فورمي اون بول. بعد ما دلكت العجينه المره الاولى غادي نضيف ليها الزبده ونعاود ندلكها ونكون واحد الكره. جو في راجوتي لو بور. جو بيان انكوربوري لو بور دون ما بات. جو في انكور فورمي اون بول. كيما كتشوفوا معايا هنا العجينه ديالي مدلوكه مزيان ورطبه وما كتلصقش في صباعي. لا بات اي بيان اوموجين، الكول با او دوا. جو في لا ميتر dans un bol un peu fariné. عندي راه فواحد الاناء اللي رشيتو بشويه ديال الفرينه، نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها ساعه ونصف. جو لا كوفرير افيك لو فيلم اليمونتير. جو لا ليسي لوفي اون اور ادمي. دازت ساعه ونص، العجينه ديالي خمرات. غادي نحاول نحيد منها داك الهواء ونكون عاوتاني كره. Je vais dégazer ma pâte. Je vais former une boule. Après, je vais mettre sur le plan de travail un peu de farine. On dirait que je suis de farine à fourre sur le travail. On se rhaqir bidi à l'échelle mustatel. Je vais aplatir ma pâte forme rectangle. غادي نجيب واحد الجهة نديرها في الوسط ديال العجينة. Je rabats un côté vers le centre. نجيب الجهة الأخرى فوق هذاك الجهه الاولى. جو غابا لو دوزيام كوتي. جو غابا لي دو اكستريميتي. غادي نجمع حتى الجهات الصغار اللي كاينين. غادي نحاول نكون واحد البوده يكون مقاد مع المول ديالي اللي دهنتو بالزبده. جو سي دو فورمي ان بودان اي جو في لو ميتر دون ان مول بوغي. نقاد العجينه ديالي من الفوق. Je vais essayer de
de bien aplatir ma pâte pour l'amener vers les coins. Je vais la laisser lever entre 45 et 1 heure. نخليها تخمر ما بين ساعة 45 دقيقة حتى لساعة. نخليها غير في الفران يكون مطفي أو لا نغطيها بشي زيف. بعد ما دازت 45 دقيقة الخميرة العجينة ديالي خمرات، غادي ندهنها بالحليب. هنا غادي نحاول ندير غير بشوية باش ما تفش ليا هذيك العجينة. جوي با ديجوني افيك لو لي. Je fais tout doucement pour ne pas dégonfler la pâte. Le four, on a mis 190 degrés. Le four, je l'ai préchauffé à 190 degrés. Et je vais l'enfourner 25 minutes. On dira que le four, 25 degrés. Après 25 degrés, comme vous pouvez le voir, مازال ما تحمرات من جديد، غادي نحيدها من لومود ونديرها في واحد لا بلاك. جو ميتر مون بان سور لا بلاك كوم فو فويي سور لو كوتي الي انكور بلون. سي لي ترو كوي فير ليكستيريور فو بوفي ميتر ان بابيي سيلفيريزي. تقدروا ديروا واحد بابيي سيلفيريزي الا بانت لكم تحمرات بزاف من الفوق. انا تحمرت ليا من جداد، يعني درتها 10 دقائق في الفران. جلي رومي او فور بوندون 10 مينوت. وكيما كتشوفوا معايا الخبز ديالي وجد. البامي صراحه كيجي رطب والريحه ديال النافع كتجي فيه عاطيه. مون بان اي بيان موالو اي افيك لانيس سا دون اون اودور. بعد ما برد ليا الخبز مزيان قطعته شرائح رقيقه، ما تكونش رقيقه ما تكونش غليظه. جي لي سي روفوادير مون بامي، جي لي كوبي اون ترونش مويان. ودابا غادي نحضروا السندويتشات ديالنا. عندي الفرماج ديال كروك مسيو كيتباع في المحلات، لو فرماج دو كروك مسيو. عندي الفرماج محكوك فرماج غابي. عندي الزبده وعندي شرائح ديال الديك المدخن، لو بور اي لي ترونش دو جامبون. غادي ندهن المربعات ديال الخبز بالزبده. نقدروا نستعملوا هنا زبده دايبه. اون بو يوتيليزي لو بور فوندي. اون فوا بوري نو ترونش. بالنسبه لربعه ديال لي ترونش ديال البامي كتعطينا جوج ديال السندويتشات. غادي ندير المربعات ديال الفرماج ديال كروك مسيو. بالنسبه لي ما توفرش عندهم هذا الفرماج، تقدروا ديروا غير الفرماج محكوك ولا اي فرماج توفر عندكم. من بعد ما درت الفرماج المربع غادي ندير الفرماج المحكوك وغادي نغطيهم بالطرونش الاخر ديال الخبز. شوي ما يدخلوا شابو. هذا النوع الاول ديال الكروك مسيو. بالنسبه للنوع الثاني نفس العمليه، غادي ندهنوا بالزبده لي ترونش ديالنا. غادي ندير شريحه ديال الديك المدخن ندير الفرماج المحكوك ترونش دو جامبون un peu de fromage râpé. Je vais remettre le fromage de croque-monsieur. On va mettre le fromage de croque-monsieur. Maintenant, on pourra se tourner les mêmes canes. On va faire la tranche de la croque de croque. On va mettre encore le chapeau. هذا النوع الثاني ديال الساندويتش ديالنا. هذا كيتسمى لو كروك كانيبال، لان فيه هذاك اللحم، داكشي علاش كيسموه لو كروك كانيبال. والنوع الثالث نفس العمليه، غادي ندير الخبز ندير فيه الزبده، ندير هذوك لي ترونش ديال الجامبون ديال الديك المدخن
وندير الفرماج ديال كروك مونسيو، ونعاود ندير الفرماج الاخر. وغتشوفوا من بعد الفرق اللي غيكون بينه وبين الشكل الثاني. ندير الشابو على كولا شريحة، يعني نغطيه لما يدخل الشابو سيغ شاك ساندويتش. بالنسبة للطهي ديالهم، انا عندي الماكينة ديال الكروك مونسيو. بالنسبة للناس اللي ما يتفروش على هذه الماكينة هذه، ماشي مشكل، تقدروا تستعملوا الماكينة ديال البانيني. غير الفرق هو هذا ديال الكروك مونسيو كيكون فيها هذه العلامة خاصة بالكروك مونسيو، ولكن ما كتهمناش العلامة، اللي كيهمنا هو المذاق والشكل ديال الساندويتش ديالنا. يعني بالماكينة ديال البانيني نقدروا نديروا هاد الساندويتشات. نديرهم في الماكينه ديالي ونتسناهم حتى يطيبوا، يعني ما نخفيش عليهم لان ما تياخذوش واحد الوقت كثير بزاف. عندي اليوم مازال واحد شويه، وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا الماكينه ديال البانيني ولا الماكينه ديال الكروك مونسيو، من طبيعة الحال عندي واحد سيستيم دي اللي غادي نقدروا نوجدوا هاد الساندويتشات. نستمر نفس العملية، الساندويتش الاول كان ساندويتش العديد الفرماج، الساندويتش الثاني ديال اللي فيه شرائح يعني الكروك كانيبال، وجد عندي ساندويتش. ومن بعد غادي نشوفو الطريقة التالتة والاختلاف اللي بينه وبين الساندويتش الثاني. هاد الساندويتش هذا كنسموه كروك مدام، يعني كناخد وهاد الطريقة هذه تقدروا تستعملوها حتى في الاولين. يعني كناخد واحد المقلاة نديرها فوق النار، وكندير شوية ديال الزيت، وكان ماشي نقلي غير بحال تقول كنشوي فيها هذوك الساندويتشات ديالي. Là je prépare la troisième variété des croque monsieur, c'est le croque madame. Là on va le faire sur la poêle pour ceux qui n'ont pas la machine. غادي نحمر الخبز ديالي من جوج جهات، وغنضغط عليهم بطبيعة الحال واحد المغرفة. بعد ما طابو الساندويتشات بجوج، غادي نمسح هذيك المقلاة من داك الفتات اللي بقى فيها بلا ما نغسلها. غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، وغادي ندير فيها البيض sur la même poêle sans la laver. On va juste enlever les miettes et on va mettre les œufs. نوضعهم من يطيبو كنوضعهم فوق الساندويتشات ديالنا. هذا هو الفرق اللي كيكون بين كروك كانيبال، كروك مونسيو، والكروك مدام. كندير لهم شي ديال الملح وشي ديال البصل، وصالي بوافري لي زو، ساندويتشات ساهلة بزاف باش نغيرو مرة مرة. وهاد الساندويتشات كنظن كيعجبو الوليدات وحتى الناس الكبار،
بعد ما وجد البيض ديالي كنديرو مباشره فوق هذاك البامي. البامي ديالنا نقدروا نحتفظوا به فواحد البواطه كتسد مزيان، اولا نقطعوه طرونشات ونديروه في المجمد نجبدو وقت ما احتاجيناه. وبالنسبه للساندويتشات ديالنا نقدموهم مع السلطه اولا مع الفريت، وكنقدموهم بالصحه والراحه. هذاك النافع مع الفرماج عطى واحد النكهه خاصه، وهنا كما قلت لكم كنعرفوا شنو كلينا، يعني الحاجه صوبناها في الدار صوبناها بيدينا. الساندويتشات ديالنا ناكلوهم دافيين باش الفرماج يبقى ما يزيدش ما يعاودش يدس. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، نتمنى تجربوها وما تنساوش الى جربتوها ردوا عليا الاخبار. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.